ملايين ولا مليارات؟ مليارات، لا تخطينا المليار طبعا من زمان. التدعيمات الكتير مش ميزه، هي النقطه. تاني، ما صرفتش كام بس صرفت ازاي. بتلعب وبتقنع وبتبدع وفي شكل، في هويه، في نسق متصاعد. وجود صلاح في الملعب بيديك شخصيه، بيديك ان هو بيتمسك ويفضي مساحه. اداء المنتظر منهم ولا هم كانوا السبب ان الزمالك اداؤه ما كانش الافضل رقميا او فنيا؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب باثنين من نجوم الارقام، نجيب ويماني. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. صح حضرتك. الحمد لله صون طيبين. خلص الموسم. الحمد لله على خير. وانتم حرقتوا كرافتات كتير في الموسم ده. انا شايف يعني محتاجين نعيد ونبدل. الجو جامد يعني. لو بدلته هتعدي برضه. باركوي كله كويس. كله كويس كابتن. موسم جيد. جيد كويس يعني. ظواهره كتير، ظواهره الرقميه الايجابيه والسلبيه الحقيقه كتير. لقطت اخر ثلاث ماتشات في الدوري، مين اللي هينزل حلو قوي؟ الظروف المنافسه قويه ومنافسه شرسه ونتائج. كان نفسنا ماتش يبقى زي زمان كده، واحد ينزل من الاثنين كان هيبقى كان يبقى احلى كمان. لو يعني فريقين بيلعبوا بعض واحد فيهم هينزل. بس دي ما تقدرش بقى تظبطها يعني. دي لكن يعني الله يكون في عون الفرق قاعده على اعصابها يعني، خصوصا المحله والاتحاد والناحيه الثانيه الجونه عاملة ماتش مع بيراميدز عالي جدا ومستني هدف. يعني انا فاضل لي 15 دقيقه ما اعرفش الناحيه الثانيه جابت هدف. انا قعدت جونه نزلت بفرق المواجهه المباشره. يعني لو كانوا اخذوا بونت من اي مباراه، مباراتين مقص على سبيل المثال اتغلبوهم، هم الفريق الوحيد غلب من مقص. صعبه مع ان المحله اللي داخله مريحه والمقاولين هي اللي 33. الجونه فازت 9 ماتشات والمحله فازت 7 بالمناسبه. يعني الجونه هبط رغم انه حقق عدد مرات فوز احسن من اكتر من المحل، ولكنه هبط في النهايه. ايه الارقام اللي معاكم؟ الارقام تخص الفرق عموما المنافسه، يعني في شويه ارقام من الدوري هتودينا بقى ان احنا نستنتج اللي حصل ده او نفسر، مش نفسر يعني. الارقام مثلا كلها في صالح النادي الاهلي. لو بدانا نستعرض كده، الاهلي اكتر فريق في الدوري عمل محاولات السنه دي في الصداره، 478 محاوله للزمالك، ثم الاتحاد. الاهداف المتوقعه اللي قبل دي، الاهداف المتوقعه الاهلي اكتر فريق عمل اهداف متوقعه. الاقوى هجوميا الزمالك والاهلي 62 زي بعض، الاهلي بعد رباعيه سيراميكا هو بقى اقوى فريق هجوميا في الدوري. الاقوى دفاعا الاهلي. يعني بص احنا مين نقول الاهلي الاهلي الاهلي؟ طب الاهلي خسر الدوري ليه؟ لما هو الاهلي هو الاقوى والافضل في كل ده، او ليه الزمالك فاز بالدوري والاهلي طلع المركز الثالث؟ هي 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 دي الصوره قدام الناس اللي كنا بنتكلم عليها. يعني اقوى دفاعا اهلي فاركو. بص الزمالك موجود فين؟ الزمالك موجود في الاقوى هجوما وموجود في تاني المحاولات. ده اللي موجود في الزمالك في 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 الفرق اللي في الجدول دي كلها. طب تعالى بقى نفسر، تعالى نفسر الارقام هنا. الرقم يقول لك ايه ده، الاهلي اكيد كسب الدوري. لا، مش بالضروره الرقم قد يكون خادع. لما نبدا نبص المدلول الرقم وتفسيره، لو رحنا للسلايد اللي بعد كده، الاهلي في ال 34 مباراه اللي لعبهم في الدوري رغم ان هو الاقوى هجوما، بس ال 62 جول دول متوزعين ازاي؟ في 10 مباريات الاهلي لم يسجل فيهم على الاطلاق كابتن، 10 مباريات وست مباريات تسجيل هدف واحد. يعني الاهلي في نص الدوري في 16 مباراه بالكاد، في 16 مباراه سجل 6 اهداف. وفي 18 مباراه سجل 56 هدف. الاهلي كسب سموحه 4، فيوتشر 4، سيراميكا 4، الاسماعيلي 4، الزمالك 5 دور الاول. وفي مباراه ثانيه مصر سوء توزيع يعني. جد سوء توزيع خلى اهدار الكثير من النقاط بشكل صعب قوي. وبالتالي طب ايه سبب ان الاهلي بيهدر الكثير من النقاط بالشكل ده؟ الحاله الفرديه لعيبه الاهلي غير منتظمه وغير جيده، او ثباتها الفني قليل مش مستقره، فما كانتش بتسعف الاهلي كتير. ازاي؟ مين هداف فريق الاهلي؟ معلول وقفشه 8 اهداف. رقم كام على مستوى الدوري؟ ال 13. في 12 لاعب من فرق الدوري المختلفه متخطي معلول وقفشه في الاهداف. مين اكتر واحد صنع اهداف في الاهلي؟ قفشه وعبد القادر 5 اهداف. رقم كام في ترتيب الدوري؟ 13 برضه. في 12 بلاي ميكر عندهم استمراريه ومحققين ارقام اعلى من قفشه وعبد القادر. فالحقيقه هنا الارقام اظهرت مشكله الاهلي الحقيقيه. لما اللعيبه في المود ومزاجهم رايق، اربعات وخمسات بناخد بيها 3 بونت، واحيانا تانية 16 ماتش مش عارفين ناخد حاجه، بنفقد نقاط. اتغلبت من مصري، تعادلت مع سيراميكا، تعادلت مع البنك، تعادلت مع هنا، تعادلت مع الجونه، كسبت المقصه بالعافيه، وهكذا. دفاعيا اهلي مستقبل 21 جول اقوى دفاع، نصهم في 4 ماتشات. مع مين؟ منافسين مباشرين. زمالك 5 تجوال في الماتشين، الدور الاول والدور الثاني، 3 هنا و2 هنا. سموحه 3 في ماتش واحد.
بيراميدز اتنين، مين دول بقى؟ الاول اسف الاول الاول والثالث والسادس. طب مع طلائع الجيش الاهلي لم يسجل فيه اصلا، اتغلب منه ماتش الاهلي، اتغلب من طلائع الجيش 1-0 وكسب وتعادل 0-0 مع فيوتشر، كسب 4-0 صح، ولكنه استقبل اكبر عدد من الفرص الاهداف المتوقعه على مدار الموسم 3.6 فرصه. فالاهلي رغم انه دفاعيا قوي اجمالا ولكن مع الاقوياء مع المنافسين المباشرين بيستقبل عادي جدا. فالقوه الدفاعيه ما بتظهرش غير في المباريات اللي مع الفرق الاقل مستوى، والقوه الهجوميه ما بتظهرش غير على فترات متباعده من السيزن. فعدم استمراريه الاهلي وسوء توزيع الاهداف المسجله والمستقبله هو السبب الرئيسي والمباشر في خساره النادي الاهلي الدوري. خش على الارقام الفرديه بقى عشان بعد كده نخش على الماركات ونشوف الاهلي محتاج ايه والزمالك محتاج ايه. دي كده شكل سريع او اللي احنا بنشوفه ده هيكون شكل للاعبين الاهلي في الهجوم. احنا عندنا بنتكلم على محمد شريف، حسام حسن، صلاح محسن، بيرسيتاو. بس اقول لك حاجه، معنى كده ان الارقام احيانا تخدع. عشان يعني مش كده ممكن تبقى هداف الدوري وانت مثلا جايب 2 هاتريك اربعات مثلا في ماتشات، واحد بالزبط. تاني مسجل في 9 ماتشات. ما عشان كده احنا بقى عاملين ايه، قلنا كمان ندور اكتر، دخلنا على الجزء الفردي بدون تفاصيل كتير، نبص على الفعاليه الهجوميه. احنا بنقارن ما بين الاهداف المتوقعه والاهداف المسجله، المفروض المهاجم يسجل كام وسجل كام. محمد شريف 63%، حسام حسن 60%، صلاح محسن 22%، بيرسي تاو 61%، قفشه وعبد القادر وطاهر ارقامهم لحد ما جيده، وحسين الشحات ولويس مكسوني. لويس مكسوني ان هو بيسجل من اماكن صعبه وبيجيب جون استعراضي، فلما بيسجل نسبه اهدافه بتكون اعلى مقارنه بين الاهداف المتوقعه المسجله. فلما نيجي نبص على اهداف الاهلي كده على مستوى الافراد، الفعاليه الهجوميه قليله. طب نبص على الزمالك بقى، لما نيجي نبص عليه هنلاقي بقى الفرق بقى، اشرف بن شرقي 108%، يعني المفروض كان مسجل اعداد اهداف ومسجل اعلى منها. نفس الكلام احمد سيد زيزو 119%، نفس الكلام سيف الدين الجزيري 105%، طبعا اوباما 0 وعمر السعيد 75 وشيكابالا 72. ففي ثلاث لاعبين في الزمالك اعطوا الافضليه الهجوميه للزمالك، فيبقى احنا كده مجموعهم كبير قوي جدا، معدين ال 100 الثلاثه، مفيش ولا واحد في الاهلي. حاله فرديه يعني، طفره فرديه في ثلاثي هجوم الزمالك الاساسيين. قارنهم بقى بالمهاجم الاهلي والمجموعه بتلعب تحتيه، النسب بعيده قوي. فانت كده عندك الجزء الارقام العامه شفنا بيها مدلول، ورينا الناس ان رغم الاهلي اقوى هجوم واقوى دفاع رقميا وزعناه، الارقام الفرديه. طيب ده يودينا بقى لجزء الميركاتو، نبدا كده بالاهلي وبعد كده نخش على الاحتياجات. الارقام هتودي الاحتياجات شكلها عامل ازاي. احنا رسمنا شكل للنادي الاهلي وتخيلنا تخيل في جزء نجيب كان مختلف معاه فيها، هنختلف بقى واحنا ايه واحنا بنشرح كده. ده الجزء اللي كابتن سيف اتفق فيه مع استاذ حسن. بالظبط. طب محمد هاني خالص لو هنيجي نتكلم بقى كده، احنا بنتكلم في حراسه المرمى. حراسه المرمى بنتكلم الاهلي محتاج حارس تاني بعد الشناوي، لان احنا شايفين ان وجود مصطفى شوبير ادى مباراه ممتازه جدا، بس مش هيقدر ياخد على الشناوي دلوقتي. فافضل ليه انه يطلع اعاره فريق زي بيراميدز مثلا، دلوقتي في كلام على مصطفى شوبير مع بيراميدز انه يطلع مع فريق بيلعب في افريقيا، وبالتالي يقدر ان هو على مستوى حراسه المرمى ياخد خبرات سنه، يرجع تاني يكون الشناوي خلاص يبدا العمر يزيد شويه، يبدا ساعتها مصطفى شوبير يبقى موجود. فاحنا حطينا انه يمكن دي نجيب برضو اعتقد متفق معايا فيها، متفق انا وعندي يكون حارس تاني يكون موجود في الاهلي، حارس تاني اكبر في السن شويه يقدر يدي الشناوي يخلق منافسه مع الشناوي، والتالت يبقى حمزه علاء، شوبير وعلي لطفي ياخدوا فرص بره عشان يبقوا مؤهلين ان هم يرجعوا في وقت من الاوقات. خش على باك رايت بقى نجيب. باك رايت احنا بقى هي نقطه اساسيه في الخلاف. انا يعني يماني بيشوف ان كريم فؤاد واكرم توفيق كافيين جدا، ومحمد هاني قابل للاستغناء عنه، البيع اعاره ايا كان شكل التصرف. انا بالنسبه لي شايف ان ده مش منطقي الحقيقه، وان محمد هاني لعيب كبير ولازم يفضل موجود في النادي الاهلي، لان لو اتوجد ده محمد هاني مبدئيا يقدر يلعب في مكان ده، يقدر يلعب وينج باك، يقدر يلعب مساك يمين، كريم فؤاد يقدر يلعب اكتر مكان ناحيه اليمين والشمال، اكرم توفيق يقدر يلعب يمين، يقدر يلعب في خط الوسط. فالثلاثه الحقيقه عندهم واجبات متنوعه، يقدروا يؤدوا في اماكن مختلفه، فانا ما اخسرش اللعيب الجوكر بمزاجي اللي يقدر يعوض. خلينا الاول ناخدها يمين ثم شمال. انتوا حاطين بيرستاو بيع، مكسوني بيع، محمد هاني بيع، متفيد انتوا الاثنين؟ لا انا مختلف في دي، وانا مختلف. علي لطفي تمام متفقين، ماشي. انتوا الاثنين محمود متفقين. متولي متفقين برضو، محمود وحيد تمام، محمد فكري، محمد فخري، صلاح محسن، حسام حسن متفقين، احمد ياسر ريان. انا مختلف في ياسر ريان، ويماني شايف ان هو مش هيفيد الاهلي، انا شايف انه لا يقعد وياخد فرص، لو خد فرص بقدر اللي اخدها صلاح محسن وشريف وحسام حسن هيقدم اداء افضل. شايفين اعاره مصطفى شوبير؟ طبعا. محمد نصير، صالح نصر، محمود كهربا، احمد سيد غريب،
شرقيه، محمد اشرف، كل دول باستثناء كهربا لاعبين صغيرين وعايدين جدا محتاجين فرصه زي اللي اخذوها في اخر 5-6 ماتشات من الموسم، بس تكون مستمره. اما الكهربا انتوا مش حاطينه في الاثنين؟ موجود في الاعاره، موجود في لسه الاعاره. الكهربا راجع من فالاهلي كده محتاج ايه عشان نلخص ليه وديت كهربا اعاره؟ ما فاتش الاهلي في الاوقات اللي كان فيها منافسه بعض المشاكل في التعامل، محتاج يغير جو شويه، يعني محتاج ان هو بعد المشاكل الاخيره يغير جو، اذا تالق الاهلي يرجع تاني، عشان كده هو اعار. فالاهلي محتاج ايه؟ محتاج مهاجم اساسي، جناح يمين اساسي، جناح شمال اساسي، دول اساسيين، حارس احتياطي، وممكن لا، وطبعا لاعب مركز 8 اساسي، دي الاهلي محتاجهم، وممكن لاعب مدافع احتياطي، ممكن لا، بس هو طبعا محتاج الثلاثه اللي قدام اساسيين. الاهلي محتاج طبعا يعني ما لا يقل عن 5-6 لاعبين في مراكز زمان، قالوا كمان الباك ليفت، انت ما قلتش الباك ليفت، حد كمان احتاج المعلول، لان هو خلاص برضه في نهايه مسيرته، فاجئ. ومحمد اشرف صغير قوي، نفس اللي اتقال على شوبير اتقال على محمد اشرف الحقيقه. كل اللعيبه اللي انت طلعتوهم بيع او اعاره، شايفين في لعيبه افضل منهم في الدوري؟ اه في الاجنحه لا، في الاجنحه في اجنحه قليله، فيمكن ابراهيم عادل واحمد رفعت، يمكن ابراهيم اكثر ثباتا في المستوى، احمد رفعت على فترات، يمكن دول الجناحين اللي ممكن يكونوا موجودين في النادي الاهلي. بعد ذلك حراسه المرمى، اه طبعا ممكن في اسامي كتير في الدوري الحالي مرشحه، ينفع ان هم يقدموا منافسه للشناوي، يخلقوا حاله كويسه من التنافس في حراس مرمى النادي الاهلي. طبعا محمد صبحي، محمود جاد، الزنفولي، محمد بسام، اربع اسامي الحقيقه كانوا بارزين جدا في الدوري الممتاز السنه دي. هل الاهلي هيبقى كلمه سر في الاجانب؟ المفروض، لان الاهلي لم يوفق ومضطر كمان لك. لم يوفق الحقيقه في الاجانب في الاثنين تحديدا الاخرانيين. الخط اللي ما ينفعش فيه غير اجانب في الاهلي؟ جناحيه الاجنحه، مهاجم بالنسبه لي، مهاجم انا بالنسبه لي اجنحه اكتر، مهاجم لازم، يعني دايما اللي بيوصل انا بهتم بيه اكتر شويه. طيب خش على الزمالك. الزمالك خش، انا اجيب على الزمالك، يلا بينا. طيب الزمالك حقيقه نواقصه قليله، فيريرا عاد عمل تجربه كويسه جدا. خلينا نتكلم اللاعبين الزائدين عن حاجه الفريق، بافتراض ان مروان حمدي راجع، فبالتالي عمر السعيد ملوش مكان، اوباما لم يقدم اي شيء الحقيقه، وخلاص الشكل العام للزمالك بقى في غير وجود اوباما، وايمن حفني كمان في نهايه مسيرته، فالثلاثه مش هيكون ليهم مكان في نادي الزمالك. الاعاره هم اللاعبين الواعدين اللي محتاجين فرصه بره علشان يثبتوا نفسهم يقدروا يرجعوا. يوسف اسامه نبيه لاعب بوتنشال جدا، ولكن مركزه مليان، وجه في لعيب اجانب، محمد طارق كمان اللي هو الراجل بيلعب مساك وبيلعب باك رايت، احمد عيد الباك رايت، وحسام اشرف المهاجم اللي لعب امبارح. طيب بالنسبه للتشكيل، ناقص الزمالك بقى، الزمالك هيحتاج حارس احتياطي لمحمد عواد، لان محمد نديم لسه صغير على انه برضه يشكل منافسه مع عواد. في الخط الخلفي مفيش اي حد، المسلوسي حازم امام زي ما هم، في بعد انضمام احمد ايمن منصور، فبقى في خمس قلوب دفاع، حسام عبد المجيد، عبد الغني، محمود علاء، الونش، واحمد ايمن، فخلاص باك ليفت كده متامن بثلاثه، عبد الشافي، عبد الله جمعه، احمد فتوح، مفيش مشكله. كمان في النص الاهلي الزمالك جاب زكريا الوردي، زكريا الوردي انضم بقى لرؤى وحمدي علاء اللي راجع من اعاره بعد موسم كبير الحقيقه مع سموحه، وماجد هاني الولد ماجد هاني لعب مع الناشئين كمان فرصه كويسه، وفريرا كمان طلعه، وفي امام عاشور وسيف فاروق جعفر واسلام جابر اصلا موجود، فالمركز الحقيقه مقفول في الزمالك. كان تدعيم زكريا الوردي بس هو اللي يمثل اضافه نوعيه سكواد الزمالك محتاجها، والحقيقه هو قدمها خلاص. في الجناح الشمال اللي هو الصداع بقى من وقت ما شاهين اشرف بن شرقي، ففي ابراهيم انداي الزمالك اوريدي جابه، وفي كمان نيمار يقدر يلعب في الحته دي، ده مركزه الاساسي، ده اصلا اوريدي ده مركزه الاساسي اللي كان اتغير في 3-4-3، بس وما زال الزمالك محتاج لاعب يمثل. الزمالك فقد مين في الاجنحه؟ فقد بن شرقي، فقد اوناجم، فقد رزاق سيسي، ثلاث اسامي الحقيقه، والثلاثه اجانب ومحترفين، فالزمالك محتاج اسم كمان جناح مصري، محتاج جناح مصري ينافس ابراهيم انداي على المركز ده. لو مين؟ برضه نفس الاسامي اللي قلتها، الاسامي اللي يعني الزمالك قريب، يعني اسم الطرح كتير في الزمالك، رمضان صبحي، احمد رفعت كمان لعب في الزمالك قبل كده فتره، وبرضه اسم مطروح، وكمان احمد عادل ميسي بتاع الاتحاد، من الاسامي اللي تم تداولها برضه انها ممكن تكون موجوده مع الزمالك. الناحيه الثانيه اليمين طبعا زيزو المركز مقفول، شيكابالا في الاحتياطي، بس ونجم برضه كان بيلعب في المكان ده ما بقاش موجود، ويوسف اسامه نبيه خرجناه اعاره، فالزمالك برضه ممكن يكون محتاج جناح مصري. وطبعا لو في كلام اللي بيتقال ان زيزو خارج لازم يجي جناح، فبالتالي لازم جناح قوي ويكون اجنبي، زيزو لا يعوض غير باجنبي. اتكلمنا كده بغض النظر عن الاجانب، الزمالك محتاج اثنين لعيبه مصريين، محتاج اثنين اجنحه احتياطيين بحاله بشرط وجود زيزو، وطبعا ابراهيم انضاي ناحيه ثانيه، اثنين احتياطيين اجنحه وحارس احتياطي حارس. يعني الزمالك بالمناسبه لو الموسم بدا دلوقتي، مع ان الزمالك كان متوقف قيده، يعني بص الزمالك الزمالك يقدر دلوقتي يبدا الموسم الجديد بالاجانب، اضافه زكريا الوردي وانضاي في الهجوم،
الهجوم سيف الجزيري زي ما هو، ومروان حمدي راجع راجل هداف دوري بعد محتاج كده. لا لا خلاص يعني انت في النهايه خرجت عمر السعيد وخرجت حسام اشرف اعاره، يقدر يقدر بمنتهى السهوله فيريرا يطلع ولد صغير يلعبه وما عندوش اي مشاكل يعني، يقدر يعمل القصه دي. بريمان ده يلعب في المركز ده، شيكابالا لعب ماتشين ثلاثه في المركز ده. يعني هو الحقيقه الراجل بيجيد اداره قائمه فريقه، هو كان بيفضل القائمه اللي يكون عددها صغير، فزياده القائمه قوي مش هتبقى حاجه يعني. مين اكتر واحد تدفع فيه فلوس في الزمالك؟ يعني لو انت من مسؤول الزمالك اكتر لاعب في الدوري تدفع فيه فلوس؟ لا اشتريه ابراهيم عادل لو انا اختار. رمضان صبحي، رمضان صبحي، رمضان محتاج تجربه جماهيريه ترجعه. ولو انتوا في الاهلي مين افضل لاعب تدفع فيه؟ مصري ابراهيم عادل. ابراهيم عادل، ابراهيم انا بالنسبه لابراهيم عادل في الاثنين. ابراهيم عادل لعيب من اللعيبه. مين تاني غير ابراهيم؟ من نفس مركز جناح ولا مركز لا مختلف؟ نظر. في اي مكان، اي مكان انت عارف بقى. انا احمد عاطف بالنسبه لي. احمد عاطف نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مكملين حلقه كواليس الختام للدوري الممتاز مع نجيب ويماني بعد الفاصل. نرجع بقى ونكمل حديثنا عن افضل لاعب في الدوري. مفاجأة بقى، أفاجئك باسم مش متوقع. زيزو. مفاجأة عظيمة دي، مفيش كلام، الموضوع منتهي الحقيقة. ما شاء الله عليه طبعا، يعني هداف الدوري وأكتر أسيستات وأكتر صناعة فرص، يعني 19 جول. كم أسيست أنا نسيت الرقم. 10 10 أسيستات، 85 فرصة غير ال 10 أسيستات. 14 85 فرصة. تفكرتني النهاردة بتعليق لزميلنا طبعا الاعلامي المتالق ماركو في الراديو. ماركو النهارده قال تعليق على خبر رحيل سواريز، سمعته النهارده في الراديو، قال ده الخبر الخبر اللي كان مفاجاه لل 110 مليون وكانوا عارفينه قبليها. ايوه بالظبط كده. سواريز نفسه متفاجئ الحقيقه. ايوه بالظبط بقى. زيزو في 29 مباراه لعبهم من ال 34 مباراه الزمالك، لعب اكتر عدد دقايق لعب في الزمالك مناسبه، 70 محاوله على المرمى، هو الرابع على مستوى الدوري والاول على الزمالك. ده احنا بنتكلم على جناح مش مهاجم. 19 هدف، هو الاول طبعا زمالك ودوري، الاهداف المتوقعه بتاعته كان المفروض يسجل 16 سجل 19 اوفر اتشيفنج يعني. صناعه الاهداف بتاعته عامل 13 اسيست، فهو الاول زمالك ودوري. صناعه الفرص 67 فالاول زمالك ودوري. كراته عرضيه 30% الدقه، هو الاول زمالك ودوري. المراوغات 94 مراوغه بنسبه 49% صح، الاول على الزمالك والثامن على مستوى الدوري. 19 هدف دول منهم 10 ضربات جزاء بس، يعني النص هو مسجل النص و10 يعني بس. يعني زيزو باي فار عن اي حد الحقيقه. افضل لاعب شاب، افضل لاعب شاب هو ابراهيم عادل طبعا. الناس يعني بنتكلم بنتكلم عليه، ابراهيم عادل من اللعيبه الشاب جدا بوتنشال في الكره المصريه، هو اللاعب الوحيد اللي شارك مع المنتخب الاولمبي وهو لاعب من اللاعبين الناشئين، لعب في 21 مباراه، من اكتر لعيبه برضو اللي لعبت في بيراميدز، مسدد 70 تسديده على المرمى زي زيزو يعني بيحاول كتير. هذا ده اقل، هو بقى هنا بيروح للجول، فاضافه نوعيه عندنا لو بيلعب قصاد زيزو. بتتكلم في جناحين اتنين بروفايل مختلف وبدوك انتاجيه كبيره جدا. 6 اهداف وصنع 3 فرص، وعنده صناعه فرص، دي صناعه اهداف، صناعه فرص 25 فرصه، مراوغاته رقم ممتاز جدا 60%. فابراهيم عادل من اللعيبه الممتازه جدا في الدوري المصري، وتصلح للاهلي والزمالك في حاله ان اي فريق من الاثنين محتاج تدعيم في مركز جناح ايمن جناح ايسر مهاجم. مين ال 11 فريق الموسم؟ محمد صبحي. احنا اخترنا 11 لاعب اساسيين وخمسه بس في الاحتياطي، هم دول ال 16 الاهم في الموسم الحقيقه. محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو، باك رايت وده المفاجاه الحقيقه، علي فوزي. علي فوزي بعد منافسه كبيره مع عمر كمال عبد الواحد، ولكن علي فوزي قدم فعلا اهم لعيب في ام بي، طبعا ايبوكا ومصطفى شلبي كل حاجه، ولكن علي باك رايت محقق ارقام دفاعيه هائله جدا، ساعدته منظومه ام بي الدفاعيه، ولكن استمراريته طول الموسم كانت مميزه. الناحيه الثانيه جوزيف نجوم، منافسه شديده جدا مع علي معلول برضو، الاثنين كانوا يعني قريبين بعض قوي، ولكن جوزيف حسمها، لان جوزيف طول الموسم بيقدم مستوى ثابت، هو اكتر لاعب لعب في الدوري. جوزيف لعب 33 مباراه الموسم ده، اكتر لاعب ادى في الدوري، سجل جول وعمل 8 اسيست. قدامه مين؟ قدامه اثنين مساكين، اسامه جلال والوينش، هما دول الاثنين قلوب الدفاع الاميس في الدوري الموسم ده. طبعا جناح يمين زيزو اتكلمنا عن ارقامه مفيش بعدها ان نذكرها تاني. عندنا قلبين ملعب، اثنين ارتكاز، امام عاشور من افضل لعيبه الزمالك، يعتبر تاني افضل في لاعب في الزمالك بعد احمد سيد زيزو. الياس الجلاسي من اللعيبه المتميزه جدا مع النادي المصري، هو مسجل 6 اهداف وصنع 6،
من اللعيبه اللي تألقت في نص الموسم الثاني بشكل ممتاز جدا مع النادي المصري. على اليمين من افضل لعيبه الموسم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي كانت ممتازه جدا في تغير مركزها وقدر انه يواكب تغير مركزه من مركز 10 لمركز 8. عبد الله مسجل 7 اهداف وصنع 8 وثاني لعيب في الدوري عامل كي باسز 59 كي باس بعد احمد سيد زيزو. فعبد الله من اللعيبه اللي عملت قدمت برده دور تاني ممتاز جدا 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 في الدكه. عندنا احمد رفعت على مركز الجناح وقالي ديانج قبل الدكه. الهجوم لسه ما قلناش الهجوم. الهجوم ماشي. الهجوم ابوكا ومروان حمدي اتنين فراوده صراحه جدا، واحد تاني وتالت هداف الدوري بعد زيزو. طبعا شايفين ظاهره غريبه؟ اتفضل. لا انتوا مش شايفينها؟ توزيع الانديه؟ لا الانديه مش لا ايه مفيش هجوم من الاهلي مثلا؟ لا ده مفيش ولا لعيب. مفيش ولا لعيب في الاحتياطي بس في اتنين دكه. لا سيبك من الدكه. لا لا في ال 11 هو مفيش ولا لعيب من النادي الاهلي. هو مفيش مين في الاهلي يتالق السنه دي واضاف يعني في مركز. احنا استعرضنا في الاول يعني قلنا قفشه ومعلول. ده رقم ايوه معادله صعبه. قفشه ومعلول هداف الاهلي 8 اهداف تمام كده؟ رقم كام بقى في ترتيب هدافين الدوري؟ 13. في 12 لعيب لو على مستوى الاهداف في 12 لعيب احسن من رقم. الاهلي اقوى هجوم والاهلي اقوى دفاع. هنا الارقام بقى رقم صعب اكيد للنادي الاهلي. عواد صحيح معلول عواد حارس بالظبط شادي حسين احمد رفعت وسيف الجزيري دول الستة الاحتياطي. احنا بنتكلم في 17 لاعب. هو دول ال 17 لاعب الاهم في بطوله الدوري المصري الموسم. افضل مدير فني السنه دي؟ افضل مدير فني هنقول بقى ان شاء الله بعد كده بالتفصيل، ولكن مبدئيا هو جوزفالدو فيريرا. فيريرا افضل مدير فني طبعا صحيح. يعني انك تقول الارقام دي والنادي الاهلي مش موجود اكيد موسم صعب جدا رقميه للنادي الاهلي. اول مره من 30 سنه الاهلي يحقق المركز الثالث، يعني يبتعد عن الصداره او الوصافه، والحقيقه دي مشكله كبيره للنادي الاهلي. الحاله الفرديه للاعبين الاهلي ما قدرش مفيش ثبات كمان يعني. قفشه كان بيدخل معانا الفريق الاسبوع لفترات كبيره خلال الموسم. علي معلول في المباريات المهمه هي اللي كان في بيخفق اوقات. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني ونتكلم بقى على مسيرة طويلة للدوري الممتاز. أفضل مدير فني مين؟ الإجابة مرة واحدة على طول جوزفالدو فيريرا أفضل مدير فني في الدوري المصري. الحقيقة المعايير أو الحسبة اللي اتعملت احنا اتكلمنا الأهداف اللي سجلها. طب أنت مرقمين تحت؟ طبعا يعني هنصور دلوقتي الناس تشوفها معانا كده عشان يبقوا عارفين الأرقام جت ازاي. طب نشوف مع بعض بالظبط. فيعني الأهداف المسجلة، الأهداف المستقبلة، والنقاط معدل النقط في المباراة. لما عملنا القصه دي فطلع مدير فني بالترتيب كده، الاول على مستوى الدوري الافضل هو جوزفالدو فيريرا، ثاني كابتن طارق العشري، ثالث كابتن علي ماهر، والرابع كابتن احمد سامي. طبعا الوحيد اللي لعب السيزون كله هو كابتن علي ماهر مع فيوتشر، والباقيين طبعا اجزاء من السيزون. المعايير هنا متقسمه على الخطوط المرسومه يعني، لكن الاجمالي او الخلاصه بتاعتها يعني فيريرا علي ماهر احمد سامي طارق العشري. فيريرا طارق العشري الثاني طارق العشري لان كابتن طارق العشري مع طلاع الجيش الراجل جايب 25 هدف واستقبل 19 هدف، معدل النقاط بتاعته 1.89 يعني في التقييم طارق العشري تفوق على علي ماهر. بالارقام تفوق. احنا حطينا وحتى ختم الدوري مركز رابع وكابتن المواجهات المباشره تساوي في النقاط، لكن طلاع الجيش قدر يتفوق على الجيش ذهابا وايابا مجموع المواجهتين، وبالتالي تفوق في النهايه كابتن طارق. بس كانت منافسه شرسه جدا يعني بينه وبين علي ماهر جدا جدا الحقيقه. جوزفالدو حسمها، هو فارق قوي عن الاثنين على الثلاثه اللي تحتيه يعني. كابتن احمد سامي قيمتوه ازاي؟ سيراميكا ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. الاثنين اجمالا هو مسجل كابتن احمد سامي اجمالا مسجل 40 هدف مع الفريقين في المباراه اللي خاضها مع الفريقين، مستقبل 40 واستقبل 40 برضه، معدل النقاط بتاعه نقطه 0.9 نقطه و4 من 10 في المباراه. فلما بنعمل المعادله بتاعتنا يطلع في الاخر كابتن احمد سامي اجمالا عنده نسبه افشنسي يعني او هو فيريرا 85%، بعديه طارق العشري 75%، بعديه علي ماهر 67%، بعد كده احمد سامي 42%. على الثلاث معايير اللي حطيناهم رتبنا 1 2 3 4 زي ما كانت ظاهره للناس، وخدنا المعدل طلع فيريرا ثم طارق العشري ثم علي ماهر ثم احمد سامي. فيريرا ايه ايجاباته وسلبياته؟ اعاد مجموعه كبيره من اللاعبين للحياه، غير افكاره او تنازل عن افكاره. دايما نشوف المدربين الثبات والجمود بيضيعهم، لكن فيريرا لا، ال 4 3 3 اللي هي المدرسه البرتغاليه الشهيره بيهم. راجل جه الزمالك غير مؤهل لعب 4 3 3،
لعب بيها في الاول شويه الدنيا ما مشيتش معاه في لحظه اما غير كل حاجه وبنى منظومه جديده عب بنى منظومه جديده 3 4 3 قدر يتعامل مع الغيابات اللي الزمالك بادئ بيها السيزون كان كارتيرون مش ناجح في التعاون معاه بالمناسبه وكمان قدر انه يتعامل مع الظروف اللي استجدت خلال السيزون واحد زي بن شرقي ما كملش واحد زي طارق حامد واحد زي ابو جبل قدر انه يوجد بدائل باستمرار طلع الناشئين دخل الناشئين كمان في وقت كويس قوي ففريرا ايجابياته كتير التحكيم طيب نشوف احصائيات التحكيم يعني في شفنا كده زي الموسم اللي فات بقى كنا عاملين برده جزء عن التحكيم عملنا احصائيات سريعه كده عن التحكيم اكثر حكم حكم مباراته محمد عادل 20 مباراه يليه ابراهيم نور الدين 17 الاكثر تحكيما للاهلي هو محمود البنا 5 مباريات للاهلي والاكثر تحكيما للزمالك ابراهيم نور الدين 5 مباريات للزمالك في جزء بقى اتكلمنا برده فيه السنه فاتت الوقت اللعب الفعلي انك بتسيب اللعب وما توقفوش كتير اكتر وقت لعب فعلي هو حكم شهندة المغربي حكمه يعني حكمت مباراه سموحه فاركو 45 دقيقه اكتر من كل الحكام اللي كانوا موجودين باستثناء الحكام الاجانب عشان كده يعتبر الحكام الاجانب لوحدهم يعني حكام الاجانب اللعيبه ما بتصفرش كتير شهندة اكتر حكم ثابت اللعب اكتر حكم بالزبط. ما بيصفرش كتير يعني بيصفر ما بيصفرش احمد شناوي هيزعل منك بس هي الحقيقه برضو عشان يبقى القياس مظبوط مباراه واحده ومباراه تحصيل حاصل صح صح. لو خدت عدد كبير من المباريات المتوسط ده ممكن زي ولكن الحقيقه احنا ليه اخترنا ان احنا نحطها النهارده يعني عنصر مختلف عنصر نسائي دخل على اللعبه في مصر اول مباراه رسميه او مباراه في دوري ممتاز تحكمها حكم رئيسي تجربه رائعه بالظبط فتستحق الاشاده والاشاره ليها طبعا لكن يفضل احمد شناوي مش مع التجربه محمد الحنفي محمد الحنفي محمد الحنفي 43 دقيقه وهو يعتبر لو شلنا مباراه شاهنده يعني هو اكتر حكم لعب في المباراه الاقل في وقت اللعب محمود عاشور 33 دقيقه لك انت تخيل كابتن 33 دقيقه من 90 يعني بيتلعب 33 دقيقة بس من 90 ثم محمود بسيوني 34 دقيقة حكم بقيمة كابتن محمود عاشور وخبرته وحكم دولي وخلاص قارب حتى انه يعتزل يعني يكون عنده من الخبرات اللي يخلينا اللعب يستمر اكتر من كده بس عاشور امكانيات كبيرة الحقيقة جدا جدا بس الرقم ده قليل قوي يعني احنا السنة اللي فاتت كان اقل رقم عندنا كان عامله محمد معروف وكان 34 دقيقة من سنة بالظبط كنا يوم 30 اغسطس بمناسبة الحلقة دي بس النهاردة كابتن عاشور يعني كابتن عاشور الحقيقة نزل عن الرقم ده نتمنى القادم ان شاء الله يكون افضل باذن الله بشكرك يا نجيب اشكرك كمان شكرا كابتن شكرا خلصنا حلقتنا مع نجيب ويماني بشكركم شكرا جزيلا نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكرة على الف خير